شو معنى رجل؟ مان. طب شو معنى رجال؟ مانز. شطور. شو معنى فأر؟ ماوس. طب شو معنى فئران؟ ماوسز. أضفنا أس يا أستاذ. كيف نحول اسم المفرد لجمع؟ كثير طلاب بيخطئوا، لأن الطالب بيقول لك أستاذ عرفات في قاعدة عامة لتحويل الاسم من مفرد لإيش؟ لجمع. الآن على بركة الله نبدأ بتحويل الاسم من مفرد إلى جمع. بسم الله. أول إشي، شو معنى كلمة مفرد؟ معناها سينجولر. شو معنى جمع؟ بلورال. وتذكروا أخذنا إنه سينج يغني. شو معنى سينج يا يسر؟ يغرق. يغرق. وفي بلو معناها أزرق. كويس. الحالة الأولى اللي بعرفها كل الدنيا اللي هي adding us، إضافة إيش؟ us. طيب تمام، كيف؟ طلع علي. بسم الله. شو معنى كار؟ سيارة. كارز سيارات، ضفنا لها الأس. بوك كتاب، بوكس كتب، وتذكر في كلمة بوكس زي هيك معناها صندوق. هاوس منزل، شو بتصير؟ هاوسز منازل. يلا. بيرد عصفور، شو معنى عصافير؟ بيردز. دوغ كلب، شو بتصير؟ دوغز كلاب. إذا الحالة الأولى كيف نحول اسم مفرد لجمع؟ بضيف الأس لنهاية الاسم المفرد. خلصنا من الحالة الأولى؟ خلصنا على بركة الله. يلا زي الطيران للحالة رقم اثنين. الحالة رقم اثنين بتقول لك adding es. تعال نعرف متى بضيف es للاسم. طلع علي هون، بضيف ال es. بنضيف ايش؟ ال es. ال es عشان نضيفها للاسم، الاسم لازم ينتهي بواحدة من هدول الكلمات. في لعبة اسمها XO، بسألك سؤال، شو اسم اللعبة؟ بتقول لي XO. في بنت اسمها سيسي، شو اسم البنت؟ سيسي. اسم صاحبها سي اتش. نعيد، شو اسم اللعبة؟ اكس او. اسم البنت سيسي، صاحبها سي اتش. وفي بنت ثانية اسمها اس اس وصاحبها اس اتش والزد. اذا انتهت الكلمة بواحدة من هذول المقاطع السبعة بنضيف لها ايش؟ اي اس. تعال نعيدهم يلا. شو اسم اللعبة؟ اكس او. شو اسم البنت؟ سيسي. اسم صاحبها سي اتش. اسم البنت الثانية اس اس. اسم صاحبها اس اتش. والاخير زد. إذا انتهت بهذول المقاطع بنضيف لها اي اس. نعيدهم. اسم اللعبة اكس او. اسم البنت سي سي، صاحبها سي اتش. البنت الثانية اس اس، صاحبها اس اتش وزد. إذا الاسم انتهى بهذول المقاطع السبعة شو بنضيف لها؟ اي اس. على بركة الله نبدأ. تعال هون، تعال. طلع لي. القاعدة شو بتقول؟ إذا الاسم انتهى بهذول اكس او سي 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 اتش اس 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 اتش وزد بنضيف لها ايش؟ اي اس. شو معنى هيرو؟ بطل. بايش انتهى بحرف الاو؟ شو صارت هيروز؟ ضفنا لها اي اس، ابطال. دش معناها صحن، انتهت باس اتش، صارت ديشز صحون. تمام، تحكي لي تمام. يلا، شو معنى كلاس؟ صف. بايش انتهى يا قلبي؟ اس اس. لما بدي احكي صفوف شو بنضيف لها؟ اي اس، كلاسز. تمام. يلا، شو يعني فوكس؟ ثعلب، انتهى بالحرف الاكس، بتصير فوكسز. طب يلا، كيس معناها قبله، بتصير كيسز. انتهت باس اس، ضفنا لها ايش؟ اي اس. يلا حلوا لي هاي، انتهت بايش؟ بالسي اتش. شوفي لي شو بتصير. نعيد القاعده رقم اثنين، الاسم بدي احوله من سنجولر الى بلورال، شو بنضيف له؟ اي اس. متى بضيف له اي اس؟ المقاطع السبعه. يلا، شو اسم اللعبه؟ اكس او. شو اسم البنت؟ سي سي، صاحبها سي اتش. البنت الثانيه اس اس وصاحبها اس اتش والزد. تمام.